دائما كيمشي مدرب تلقاها سلاح ذو حدين، راح تكون راح تكون رياكسيون تاع الفريق تاع لي رومبلاسون اللي دخلوه باش يبينوه باللي راه المشكل في المدرب ماشي فيهم هم. لكن درنا بدايه مباراه كاتاستروفيك، 30 ثانيه خدينا ان بيت، 4 دقائق عندنا طرد، بقينا بتسعه، لعبنا 100 دقيقه بتسعه لاعبين، تري ديفيسيل. لكن نظن الشوط الثاني كان احسن رغم النقص العددي، قلت لك 100 دقيقه رانا كان احسن، كنا نقدروا نزيدوا نسجلوا اهداف، لكن طنجة ميريت لا فيكتوار ديالها بصراحه.